واتسون ان تي في لليوم. امبارح اكيد كنتوا بانتظار برنامج الرقص العالمي يلي وصل على لبنان, سو يو ثينك يو كان دانس, يلا نرقص, يلي فعلا اخذ ضجه كبيره والكل كانوا بانتظار. وفعلا الحلقه كانت مميزه, لهيك عندنا مواهب كثير حلوه رح نترافق نحن وياها خلال هالموسم, مواهب عن جد واو, ما كنا منتظرينها هالقد بالرقص وبانواع رقص كثير صعبه, منا حيلا انواع رقص, ولما شخص واحد على المسرح عم يقدر يعبر بهالطريقه يلي كانوا عم يعبروا فيها المشاركين امبارح, شغله كثير حلوه. اكيد تابعتوا هالحلقه وشفتوا قد ايه المشترك الفلسطيني السوري يلي بالرغم من كل المآسي يلي تعرضت لها عائلته وحياته, ضل متابع بهوايته بموهبته بالرقص وقدم عرض كتير رائع, أبكى لجنة الحكم. خلينا نشوف. لأول مرة بالعالم العربي وبعد 11 سنة من الانتظار وصل So you think you can dance؟ يلا نرقص. وصل معه رقصين من مختلف البلدان والأعمار, فولكلور, رقص معاصر, رقص صالونات, ستريت دانس, جاز, هيب هوب, باليه. المهمة صعبة والاختبارات مش عادية. واحدة من الرقصين المتفوقين رح يوصلوا للنهائيات ويتنافسوا بحلقات البث المباشر, وإضافة لللقب صاحب الموهبة الخارقة رح يحصل على جائزة نقدية قيمتها 100,000 دولار من برنامج So You Think You Can Dance. يلا نرقص. الرقص هو سعادة. So You Think You Can Dance هو برنامج هو حلم كل شخص لبناني أو عربي, لأنه بيركز بس على الرقص. We were waiting for you. حلم العمر. Woo, the dream, baby. Dancers respect. واخيرا. It's an opportunity for a dream come true. La clé de ma passion. Two words, my dream. So you think you can dance? هو ثورة فن. الرقص بدمي, بحبه أكثر من نفسي. كوني هون اليوم عبارة عن حلم. كنت بقول مستحيل حد في الوطن العربي هيفكر يعمل حاجة زي كده. أنا كل شيء كنت بملكه خسرته إلا الرقص. بدي أثبت لعائلتي إنه الرقص هي مهنتي مو هوايتي. الرقص هو السبب اللي أنا بوقع فيه كل يوم حمص, لأنه عارف رح يجي وقت بالنهار كون عم برقص. بس ارقص بطلع من كل شيء بدي. وين أنا مش متخيل, مش متخيل البرنامج اللي أنا بتفرج عليه طول حياتي أنا شخصيا راح أقدم فيها. بونجور إلي, ما عم بسمعه لإلي. أكيد حضر So You Think You Can Dance امبارح مثلنا كلنا, وشفنا هالبرنامج اللي يعني كان عم يبرم العالم بأكثر من فيرسيون, وصل أخيرا إلى لبنان وطبعا على شاشة الإم تي في. طبعا البروديوسر جنان ملات والمخرج باسم كريستو رح يكونوا عم يتمتعوا فعلا بهالعروض الرائسة, ونحن كمان رح نكون عم نتمتع فيهم لأنه نحن مع الحلقة اللي شفناها امبارح منتظرين موسم رائع. رح انتقل هلا لعند إلي بي تكنولوجي.